بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، منذ لحظات انطلق شوطنا بنقول السادس ما شاء الله للبكار محجنات الأصايل، هو شوط السادس ما شاء الله في طيات الكثير والعديد من هذه الأسامي الجميلة والمميزة، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين لأصحاب السمو الشيوخ وقطنة. تستفتح إذاعتنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد بن سعيد المكتوم، وهناك محمد بن عبد الله بن دبير الشاهيني تليها ثانيا لهجن ند الشبه، وسالم بن سعيد، وهناك بشاير لصاحب اسمه محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبيد بالدبيلة في عملية التضمير، وفي المركز الرابع برلين سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع عصيب بن خلفان على غويص، وفي المركز الخامس ما شاء الله بنقول الكورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وسعيد بن عبيد الحميلي زاهي على السادس المراكز ما شاء الله بنقول اسمه الشيخ احمد بن محمد براز المكتوم، وهناك مطر بن علي بن واس، وسابع المراكز الشاهيني من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضمير. سحامة تأتي ثامنا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد بن سعيد المكتوم، وهناك عبد الله بن علي بن واس، وتاسع المراكز مع الشاهيني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بن احمد بن رفيع. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت النتيجة للمراكز دعناها عليكم بالفوز التمام. هكذا كان النداء ما شاء الله في هذه الجولة الاولى، في هذا الانطلاق الاول دعنا على حضراتكم وفاء وكمالا، والكمال لله سبحانه وتعالى في يوم هذا الانطلاق الجميل، في يوم هذا الانطلاق المميز، ونحن دائما على موعد هنا مع هذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. الراية الشاهينية اللي غيرت الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، اللي سيطرت الشاهينية على المركز الأول من هجن ند الشبه سالم بن سعيد، النقلة على بشاير، يا سلام لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبيد بن محمد بن دبيلة، بينما هناك قطنة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن دبيلة الثالث المراكز، وفي المركز الرابع من تدي في هذه اللحظات بنقول زاهي لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن علي بن واس، وفي المركز الخامس الكورة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك في عملية التضمير، يا سلام في عملية تضميرها اللي في عملية تضميرها يا سلام سعيد بن عبيد الحميري، نقلتنا على المركز السادس الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد برلين، سابعا هناك ايضا سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع سيف بن خلفان لغويس، المركز الثامن سحامة تأتي بثامن المراكز ما شاء الله لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن علي بن واس، المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة، المركز العاشر بشاير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر محمد بن رفيع. هكذا كانت النتيجة، يا سلام 1200 متر اللي ما تبقى على خط النهاية، 1200 متر المتبقي هنا من عمر هذا الشوط، ونتمنى
التوفيق، نتمنى التوفيق الكيلو الأخير. الله الله الله، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير اللي حتى هذه اللحظة هنا مع المركز الأول مع سيطرة هذا الشوط. قطنا من الجانب الثاني لصاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم مع شبابنا هنا في في في, في هذا الميدان وفي الخوانيج. محمد بن عبد الله بالدبيله الفلاسي من ياتي هنا مع منصبي هذا الشوط. المركز الثاني الشاهيني من هجن الدشبه سالم بن سعيد. المركز الثالث زاهي سمو شيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. مطر بن علي بن واصل. المركز الرابع سحامه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم وعبد الله بن علي بن واز. وهناك الشاهيني من الجانب الثاني لهجن الدشبه سالم بن سعيد في عمليه تضمير. ها قطنا مسيطره حيث هذه اللحظات جد من شوي عطهن لقطه وال400 متر الاخيره. الله يا قطنا 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 في هذا الشوط يعني مسيطره على المركز الأول صامدة على مقدمة الشوط. والميتين المتر الأخيرة الميتين المتر الأخيرة يا قطنة اللي مسيطرة ما شاء الله على المركز الأول وتواصل إنجازها فوق هذا الإنجاز. بنقول السلام وين السلام وين، وتهانينا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني لمحمد عبد الله بالدبيل المركز الثاني لهجن الدشبه، المركز الثالث والرابع عند اللجنه، المركز الخامس سحامه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 6 دقائق التوقيت 15 ثانيه 70 جنيه والناموس.